السلام عليكم، اليوم جبتكم مقطع جديد. اليوم جايب لكم مقطع رهيب رهيب رهيب، مقطع مونجاس مثل ما شفت العنوان. قبل ما يبدأ المقطع في إعلان بعد شوي، إعلان تقريبا مدة دقيقة أو دقيقة وشي، لكن راح يفيد أغلب ستريمرز واليوتيوبرز. فياليت ياليت ياليت تشوفوا الإعلان، عجبكم سووا زي ما قلت لكم، إذا ما عجبكم عاد إن شاء الله يعجبكم. أنا ودي إني يعجبكم للأمانة، لأن شيء رهيب للأمانة، شيء رهيب. راح تتفقون معي بعد ما تشوفوا الإعلان. خليكم على الإعلان وبعدها عن المقطع. قبل ما يبدأ المقطع اليوم عندي إعلان مايك MV7 بودكاست تبع شركة شور. طبعا شركة شور من الأقدم في السوق من ناحية المايكات والصوتيات. الشركة من 1925 قرابة 96 سنة في السوق، فعندهم خبرة كبيرة من ناحية المايكات والصوتيات. مثل ما تشوفون أصلا أغلب اليوتيوبرز يستخدمون مايك شور اللي هو SM7B، لكن هالمايك يعتبر جديد اللي هو MV7 بودكاست. طبعا المايك هذا مصمم المبادئ الهندسية من مايك SM7B. طالع قدامكم على الشاشة مقارنة بين الحجم. المايك اللي معي حاليا قاعد تسجل منه اللي هو MV7 بودكاست. ميزته انه فيه منفذين، اول مرة يسوونها اللي هو يعتبر هجين، في منفذ XLR منفذ USB. طبعا اصدروا هذا المايك لتلبية الطلب المتزايد على حلول البث والتسجيل الصوتي في المنزل او الاستوديو. يعني المايك مثلا عندك ازعاج، عندك اشياء زي كذا، تقدر تضبط اعدادات بحيث ان صوت اهلك او صوت اللي معك في الغرفه يكون قليل او يختفي تماما. سالفه الازعاج باذن الله متى بلاقيها، لان ما راح يطلع الا صوتك انت بس. فشكرا لشور رعايتهم هذا الفيديو. باذن الله في الديسكريبشن راح تحصلون رابط للبري اوردر او الطلب المسبق للمايك عند محل الدوليه، فانزلوا تحت في الديسكريبشن سووا بري اوردر، وباذن الله خلال اسبوع راح يتوفر في المحل. الله زيد معي اي باكيت يا اخي، راحت الادمن اكيد. والله لقيت اللعبه فجاه. واتوقع اني اعرف القاتل، بس كمل. طيب مو مشكله، انت عند الكام نواف؟ وينك؟ انا الان كنت جاي من الادمن للويبن ومعي ويبن. اي صح صح كمان نواف صح كمان. طيب انا قابلتك بالكافيتيريا. ما عندي في الكامات، انا عند خالد بين الويبنز والاوتو. طيب واحد من اللي قتل في الجهه اليمين، واحد منهم هو في الكافيتيريا، سواء سلوم او ويبن انا ما ادري. انا دخلت الكافيتيريا وكنت توني شو اسمه توني بروح جهه اليسار تقفل الباب، بس انا ما ادري وين رحت بعدها. وبعدين جبنا نياك الكافيتيريا صح ولا يا سلوم؟ انا تركتك من زمان. على من صوت؟ على نواف. انا سلوم. سلوم يمكن. عيال ما تصوتون بس، اصبروا لازم نطلع. رح ما نبيك عليك مو بس. طيب انت ولا الطبق؟ طيب مو بكذا فجاه تصوتون علي. يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر. سيدكس مكانك؟ توني بدخل الكهرب. سلوم تلاقي جثت مين؟ الاخضر ريسكر. جاي من وين؟ ستورج. نواف انت تقول في الادمن ابو خالد. قابلت الظاهر قابلت جاسم كنت طالع من الكتكر صح؟ ايه. وقابلت برضو في واحد ثاني اللي هو من اللي كان طالع من الادمن. انت سلوم ولا؟ انا طالع من الادمن. شوف انا شفت الدم يطير بس وين؟ الشخص ما شفته عند شوف انا كنت في الكتريك اشوف كان في جثه فوق، دخلت لقيت ايه الاخضر دخل في الدائره حقتي، نزل تحت اشوف الدم يطير وواحد طالع بس ما بان لي مين ابدا. يعني تقول الجثه في الكتكر صح؟ ايه الجثه عنده التصليح بالضبط. اتوقع الجثه الثانيه في المدبي. انا اتوقع ان ستيدكس لانه يقول عند باب الالكتريك. اتوقع خالد. اذا سلوم يضمن نواف. انا شفت نواف عند الادمن بس ما اضمن لك يعني بعد اريده الادمن يجي. يا عيال يا اخي كنت سلوم ضيعتنا. وش ضيعتكم؟ انا قلت لكم في بدايه ستيدكس ولا ما قلت لكم؟ انا بس بقول انا قلت لكم في بدايه ستيدكس حتى صوت عليه. اوكي البجيح يا البجيح. يمكن بري ثلاثه من الكل. خالد انت الحين عند الجهه رياكتر ولا لا؟ انا وخالد ومحمد جيم. ومحمد جيم محمد تمام. ما حد جانا، انا اللي صلحت. وما خلصتها الجثه عند الباب على طول. جثه انفور موقف عند الباب مسكين جاي يصلحها وفي واحد قص راسه ومشي. حلو اللي ذبح. ترى اللي ذبح ما جاء صوب الستورج كلش، انه راح يمين. اكيد ما حد جاء عندك؟ ما حد جاني كلش. واحد كذا في مكان اجل اكيد انه راح يمين. الوحيد اللي ما رجع عن مكانه ابو خالد. ابو خالد يا الله.
بدون اي مقدمات صوتوا على نواف، بس اقول لكم يعني داخل للفنت لقيت شو اسمه الادمن وقاص خالد قدامي، ودخلت الفنت مره ثانيه. اوكي ما اماكن يعني؟ لا ما هي بسال اماكن لاني شفتك. شفتك انا تارك اللوج ترى، كنت عند اللوج وتارك اللوج. ثواني وين يا جاسم؟ انت مريت صوب الاوتو شد داخل الاوتو. الاوتو الان صار ريبورت لنا في لوبن. طيب شلون تقول لي انا داخل؟ اصبر 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 اوتو شو اسمه الفنت حق النافيجيشن حق السيف. لا لا اسال اسال لا لو دخلت البنت حق خالد. يا عيال يا عيال انا شايف نواف قاص خالد قدامي. اول شيء اصبر، اول شيء سلف ريبورت الاول، سلف ريبورت الثاني، وثالث شيء اول بيسلم سؤال سؤال يعني فنت وقلت ارجع فنت وهو تو داخل البنت صوت. ايوه جاسم الريبورت تو صاير لقيت له كذا يطيح قدامي يا عيال. ثاني شيء سلف ريبورت اللي قبل اللي كان في الكوميونيكيشن اوكي هذا انا كنت شاك في نواف لانه قال في اخر شيء ان لحظه نواف دقيقه بس دقيقه انت تهمني حق الكوميونيكيشن خلي بقول لك في المنطق لا تصوتون علي خلي بس ابرر عشان ما في وقت تمام أوكي. اذا هو فعلا في الكوميونيكيشن كيف تبيني اصوت كان سحبت على الجثه ومشيت ما حد راعي. طيب طيب اصبر اصبر انت شلون بررت حقت ان حقت الكوميونيكيشن قلت ان لقيت له صارت من عند شو اسمه من عند السيب ايوه بالضبط انا شفت وجاسم ما جاء من عنده إيه؟ ومن اللي صوت انت إيه لو عشان تغير مكان الجثه كان تركتها ايه تغير مكان الجثه لان سيلف ريبورت لو سيلف ريبورت ثاني مرتين انت صوت الجثه لا مو منطقي سلم عاد لهالدرجه. انا اقول لكم اللي عندي نواف قاتل قدامي يا عيال. التصويت تصويت على نواف وبس. وخالد لازم اهدي اللعب شوي. خالد وينك؟ تو انا داخل اشتري. جاسم انا بالادم مساعد بالالكتريك وكان عندي محمد جيم وطلع حلو. انا نازل شيلد انا بعرف شفتك نواف انا علق علق حلو yeah. محمد جيم سيب الالكتريكال سيب استيدكس على ابلود في الادمن. دقيقه بس جاسم انت وين تقول؟ انا كنت انا سايب جاسم استيدكس عندي في الادمن فكيت اللوج شفتهم قاعد الحين قاعد ابالي انك بتسوي سكان. دشيت المدبي ابضمنك ما سويت سكان طلعت من المدبي لحقتك ليل ادم لقيت سلوم هناك ماسك اللوج وانت تسوي ابلود. طيب اقول لكم لا اقول لكم اللي شفته اصلا. انا بلشت الجيم رحت سويت السامبل بالمدبي رجعت على الكافتيريا بدت النور ها يبلش يطفي شفت اثنين سوا نازل انا اسوي النافيجيشن وبغني ستيدكس ابو رهاب نافيجيشن سويت تاسك رجعت على محل داونلود الكافتيريا لقيت ابو رهاب ميت. انا بوجه تام لستيدكس خلوا برر ايوه خلاص انا بتكلم يعني بدر الجيم رحنا يمين انا وسلوم وخالد سلوم قاعد على الويب. خالد رحت انت الزباله الله يكرمكم اول اوراق صح؟ صح سويت الاوراق وراك صح؟ صح تمام رجعت الويبن الله يسلمكم شطفني ليث كذا مدرعم وطفى الكهرب او شفته مره واحده اصلا وهو داخل الويبن وطفى الكهرب ما ادري شلون شافني كثير. هذا اول اتهام لي. ثاني اتهام تشوفني جاسم يوم ادخل مدبي يوم تقول بشوف تسوي سكان اي نعم اي درعمت ليث خوفتني قلت انه قاتل واحد شيكت عند الكافيتيريا السريع الطاوله ما لقيت احد ميت رحت المدبي دخلت اعطيته فره ما لقيت احد طلعت عشان كذا ما سويت سكان لانه ما كان عندي سكان رحت الادمن فانا اتهم اتهام مباشر على درعمه ليث وانه يقول شافني اربع مرات وانا شفته مره واحده عند باب لا ما اقول شفتك اربع مرات ما شفتك في الكافيتيريا انت تقول شفتني اربع مرات اي ما تغني ما تغني هذه اصوت عليك على طول الصصات كلكم ليث صدق تسوي انا لا والله صوتت له على طول اللي بيسوي ما في صمت استدك اشوف الواحد اذا اعطاك اتهام مباشر تروح تتهمه على طول لا لا يعني كلامي مقنعك يا فهد انا والله اقنعني اعطاني ادله حرام اتمنى 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 جاسم ما يذبح لا ستيدكس ولا ليث لا الكتريك عشان اريح في سلم كلير 100% بس الاماكن
في احد في اللوج؟ انا فكيت اللوج. طيب تكفى ركز معي تكفى، بس ابيك تشوف بس اماكن الشباب اذا فعلا في واحد كذاب ولا لا. لا 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 فاكه فاكه لي 5 ثواني تقريبا 6 ثواني. قاعد وين مكان؟ قاعد عندي. ما سلم. سلم ابو سعد. انا توي داخل كافيتيريا جاي من اليسار من عند الرياكتر. ليش؟ انا توي داخل الرياكتر معي الابيض. جاسم انا بالشيلد. في واحد كذا في مكانه. طيب اي في واحد يا تكفى ما ادري من انفار منين جايني الكهرباء. في اثنين في الكافيتيريا ترى مو واحد. يا سلوم هلا. الجلطه يا عيال من الروعه صوت والجت لسه ما طاحت. ما شفت من الروعه. ما شفتها من الروعه. كان في واحد بالشيلد. يب في واحد. ايه كان في واحد. كان في واحد على اليمين جهه الشيلد او ناجهه الكوميونيكيشن الكبير ابو سعد اللي هو فهد كبير. يا الثاني ليش تم تريح ترى بيجي المبشر ايش قراسي الحين. هلا عادي ليش قراسي ثاني من السستر. اذا طلع ابو فهد يا عيال اذا طلع معليش فهد فالثاني خويه ليث لانه هو اللي ماشي. انا حاولت اني ما اقتل عشان اضبط خويي. خويي يذبح انا ابريه. سعد مبوستر. سعد مبوستر اللوم لا تموت ابو سعد مبوستر. يا بواي اللوم لا تموت ابو سعد مبوستر. خايف عليك. خايف عليك انا خلاص كفط. بفيدك شوي توني فاك اللوك. جاسم مكانك. سلوم اللي دقيقة بس انا ماكن وبعدها اتكلم يا فهد. هلا امسكها ولا تمسكها؟ بسأل في بداع الاماكن بعدين امسك. يمسكها فهد يتكلم بكلامه بعدين اوقف. جاسم مكانك. انا حاليا قدام باب الكافيتيريا. اي طالع من ستورج كانوا وياي ليث. تشد علي ليث باب. ترى تو جاني من التحت. اي كنت بال الكتريك نواف شافني. اوكي ابو سعد. انا بالرياكتر. بالرياكتر من متى بالرياكتر؟ ابي اعلمك ايش صار. طيب يلا اعلمك اصلا متى صار الكل وكل شيء. يلا اوكي. الكهرباء كانت ممتاز. اوكي. في اثنين مد بي. في واحد الكتريك ودخل واحد للالكتريك. في واحد حلو. دخل الكتريك وتصلح الكهرباء. وايش صار؟ صار فيه كل بالمد بي وفي بنت على السكيورتي. فكيت اللوج. كيف فكيت كنت في الرياكتر؟ اعلمك هذا يوم صار الكل. وقت الريبورت انت في الرياكتر؟ الرياكتر بالضبط. سكر عليك الباب. ثواني تسلم ثواني. سكر الباب. انا توني فاك اللوج. فاك اللوج. اثنين كذابين اوكي؟ هذا اول شيء. علمني منهم لانك انت واحد منهم. واحد من المبوستر. الكتريك ما في احد. انا ما شفت احد. دقيقة انا عندي سؤال. انا عندي سؤال بس اشوف تمام؟ سلوم. هلا. انت جيت الكاميرات من وين؟ انا جاي من تحت. من ستورج. كذاب جاي من ستورج من تحت بداية الجيم. انا ما اصبر انا بقول لك ليش تدري ليش؟ انت الامبوستر الاول. انت يا سلوم والثاني ابو سعد. وبعلمكم ليش. طيب ببرر. خليني اخلص. قلت له عندك ما بتكلم. ايوه وقت ما تطفى اللمبات انا كنت في الرياكتر. طيب انا اللي كنت في الرياكتر. طلعت من الرياكتر دخلت الكامات ما فيها احد. رحت صلحت الالكتريكال لقيت فيه اثنين جاسم ومفور. صح ولا لا يا عيال؟ صح. رجعت ثاني مره ليل الكامات لقيت في شخص فيها اللي هو مين؟ انا في سلوم. طيب. اوكي ورحت رقيت فوق لقيت باب الابر انجن متقفل. انفتح باب الابر انجن ولقيت جثه سيدكس موجود هناك. اوكي يا عيال. طيب. لا بس نواف. نواف ترى يوم خلصنا الالكتريك انا وام فور نزلنا تحت المرنا بسلوم جانا من عند الاستورج. من وين دخل؟ من وين؟ انا جا من عند الاستورج. عشان انت على طول نواف شافهم. شافنا ورد فوق تحت راح صوب الكوميونيكيشن والشيلد. حلو يا سلام عليك. الان هو في الكاميرات. شلون الحال؟ ما ادري يمكن طق فوق تحت صعد فوق ما ادري. نواف الكاميرات ترى انا مسكتها. خليني اقول لك الكرومات. انا بضمن بطلع اول واحد ابو سعد اول واحد. لا 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 نواف لا مو صحيح. ما بكرميت هو. نواف مبوستر What we do here is go back. يجي العوض يا سلم. نزل اليوتيوب هذا يا سلم. الله والله ضبطتك يا جاسم تضبيط. الله يعطيك العافية.